المؤتمر اللي نظمته شركة سيفا العالمية للإعلان عن لقاح النيوفلند المحمل بمتحف الحضارات تحول لأكبر تجمع لخبراء الشركة في العالم المتخصصين في صناعة الدواجن واللقاحات البيطرية، وأكثر من 150 خبير مصري من أساتذة أمراض الدواجن والمربين. تعالوا نقابل الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة. دكتورة، حضرتك بتقود إدارة هي خط الدفاع الأول عن مصر لحمايتها من الأمراض الوبائية، عايز أعرف الوضع النهاردة إيه؟ لو بنتكلم زي ما احنا في المؤتمر دوت بنتكلم على انفلونزا الطيور، فاحنا الحمد لله رب العالمين يعني ممكن اقول حتى بالارقام احنا عدد الاصابات بال H5 هم 6 اصابات فقط من اول السنه. هذا العدد لا يذكر بالنسبه لاي يعني دوله على مستوى العالم، لان اصابات الانفلونزا الطيور من اول 23 فعلا الحالة فعلا في دول كتيرة الدنيا يعني مش مظبوطة. مش خايفين من الشتاء اللي جاي؟ عاملين حسابنا الحمد لله، وده يا فندم يعني دي وظيفة الطب الوقائي. يعني أنا وظيفتي أني أكون مستعدة. إحنا أنشأنا وحدة اسمها وحدة الحدث، ويعني وحدة الحدث أن أنا بتابع حتى الإعلام الفيسبوك والميديا. عندي في 27 محافظة عندي أطباء بيطريين زي الرائدات الريفيات في وزارة الصحة، وظيفتهم التوعية. أيوة طبعا، وبيمشي وراء أي إشاعة أي خبر سواء جاي لنا على الخط الساخن سواء على الموبايل، هي وحدة إنذار مبكر. دكتورة نجلاء، مصر بتمتلك حوالي 37 منشأة متخصصة في تصدير منتجات الدواجن، ايه جهود اعتماد المنشآت الحالية؟ لان عندنا منشآت زادت وعندنا كيانات كبرت في صناعة الدواجن وجاهزة للتصدير، عملنا معهم ايه؟ طبعا ده يعني شوط كبير جدا اخدته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجهود يعني مبذولة من فريق العمل. الحمد لله السنة دي يعني 23-24 احنا كان عندنا 37، في 14 في طريقهم خلاص عدوا السنة وفي طريقهم للانضمام، ومواقع حقيقي تشرف، وفي ان شاء الله 7 برضو تحت العمل. يعني فإحنا تقريبا هنعدي 50 منشأة نفتخر بها كلنا قبل نهاية السنة دي 24. في نهاية 24 هندخل 7 التانيين، يعني تقريبا هندخل في 50 منشأة. فعلا يعني إحنا بنتشرف لما بيجي أي دولة بتزورنا وتشوف المنشآت بتاعتنا، حقيقة فندم بيبقى فيه افتخار لينا إنه هذه المنشآت على موجودة على أرض مصر. ده بيعضد ويقوي قوي إن الخدمات البيطرية داخل جمهورية مصر العربية هي خدمات بيطرية قوية. وإن شاء الله الرابع بإذن الله يكون يعني يكون قريب، يعني يتم الإعلان رسميا عنه إن شاء الله.